غير المسجد الحرام. المسجد الحرام لا يمكن ان يقرب، فلا يقرب المسجد الحرام بعد عنهم هذا. المسجد النبوي امر فيه واسع، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل الوفود في المسجد النبوي على غير الاسلام، كان يربط القصارى في المسجد على غير الاسلام. ففي اليوم التالي قال: عندي خير يا محمد، ان تنعم تنعم على شيء. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التالي لكي يزداد استيعابا للحياه الاسلاميه، ليزداد تشبعا بها، ليزداد اطلاعا على احوال المسلمين عن كثب. ومر عليه اليوم الثالث فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: قد قلت لك. اختزل الايه؟ يعني حتى العباره الاخيره خلقت. قال له: قد قلت لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلقوا ثمامه. فامر بحل وثاقه واطلاقه من اساره اطلاقا غير مشروط، بلا قيد ولا شرط. النبي صلى الله عليه وسلم كان بصيرته نافذه ومعرفته بالرجال لا تدانيها معرفه واحد من الناس. انطلق الرجل قريبا من المسجد فاغتسل ثم عاد فقال: يا رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. لقد كان وجهك ابغض الوجوه الي، فاصبح والله وجهك احب وجه الي على وجه الارض. لقد كان دينك ابغض الاديان الي، فاصبح دينك احب الاديان الي. لقد كان بلدك ابغض البلاد الي، فاصبحت بلدك احب بلاد الله الي. ثم قال: يا رسول الله، ان رجالك قد اخذوني وانا متوجه لاداء العمره، فماذا افعل؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالخير وقال له: انطلق وادي عمرتك. انطلق الى مكه فادى العمره وصدع في الناس باعلى صوته: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. قال لهم: صبرت يا ثمامه؟ التعبير كانوا يعيرون به المسلمين الجلد، كانوا يطلقون عليهم الصابئين الذين تحولوا عن دينهم الى دين اخر. فقال له: صبرت يا ثمامه؟ فقال: بل اسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والله الذي لا اله غيره لا تأتيكم حبة حنطة من اليمامة، لا تأتيكم حبة حنطة، لا تأتيكم حبة حنطة من اليمامة بعد اليوم. خلاص. ثم عاد الرجل إلى قومه فمنع الميرة، فمنع القمح الذي كان يستجلب من اليمامة إلى مكة. فضج أهل مكة من هذا الحصار الاقتصادي الذي فرضه عليهم ثمامة، وتضرروا به أبلغ الضرر. فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يناشدونه الرحم: يا محمد، إنك تدعو إلى صلة الأرحام، فكيف تقطع رحمنا اليوم؟ كيف تمنع عنا الميرة؟ كيف تمنع عنا القمح؟ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة أن يخلي بينهم وبين الميرة وأن يرسلها إليهم. ففعل ثمامة استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى، وارتد قومه بنو حنيفة، أو ارتد منهم خلق كثير، كان ثمامة من أشد الناس ثباتا على الدين، ومن أشد الناس جهادا للمرتدين لكي يعيدهم إلى دين الله الحق. بين يدي هذا المشهد وقفت،
الوقفة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف للرجال أقداره، إن هذا الرجل سيد من السادات، إنه شريف من الأشراف، فلم يهنه النبي صلى الله عليه وسلم، لقد حفظ له قوة شخصيته. عند تلمح من خلال الرد إنسان ينتظر الموت أول الخيارات التي قدمها، لقد كان أغلبها وأرجحها الموت، لكنه بكل الوفوق وبكل الثبات وبدون تدعثر وبدون استجداء وبدون استخزاء يعرض قضيته. إن تقتل تقتل ذا دم، إن تنعم تنعم على شاكر، إن كنت تريد المال سلمه ما بدالك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحافظ على هذه القوة، لأنها اليوم قوة للجاهلية لكنها غدا تصبح قوة للإسلام، تصبح قوة للمسلمين. فلم يبكته، لم يهنه، لم يوجه إليه إساءة، بل كان يحمل إليه الطعام من بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلمون هم الذين ابتدعوا في العالم قضية الإحسان إلى الأسرى، لما لا؟ وقد تمدح الله فريقا من عباده المؤمنين في كتابه فقال: ويطعمون الطعام على حبه، نعم على حبه، يعني لهم هذا من فضول أموالهم، لهم هذا مما زاد عن حاجاتهم، بل كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فالمسلمون في العالم هم الذين ابتدعوا قضية الإحسان إلى الأسرى. في غزوة بدر عندما انجلى الغبار عن 70 أسيرا تم اقتيادهم إلى المدينة، وصدر أول بيان للنبي صلى الله عليه وسلم: أحسنوا إلى الأسرى. ثم لقيت هذه الكلمة طريقة